أخي إياد، إحنا وصلنا لنهاية الحلقة وعم نتكلم عن طبيعة المسيح، فمن خلال هذا النسوت في هدف، وهذا الهدف لازم يحققه المسيح. شو اللي عاوز تتكلمنا فيه؟ المسيح أتى بجسده إلى الأرض ليس ليصنع معجزات ويترك الأرض دون صليب، ودي أكررها في أي مكان وفي أي وقت. كان يمكنه أن يجري المعجزات وهو في السماء، فالله قادر على كل شيء، فلم يأتي ليصنع معجزات بجسده ويترك الأرض دون صليب، لكن أتى بجسده ليموت على الصليب، ليذوق بنعمة الله الموت. وموت الصليب هو موت الجسد، لكنه قام من الأموات بقوة حياة لا تزول، وصعد بجسده إلى السماء. واحد يقول طب احتياجنا للجسد في السماء؟ مش قام بعمل الصليب وخلاص؟ أقول له ذهب بجسده إلى السماء ليكون رئيس أو رأس جنس جديد، لكي أنا وكل من يقبل المسيح قبولا حقيقيا يستطيع أن يجد مكانا له في السماء. وفي الأبدية هيبقى المسيح بناسوته الكامل المقام من الأموات والممجد إلى أبد الأبدين، لكي ندخل نحن معه البشر في علاقة إلى أبد الأبدين. وبدون الإيمان بتجسد المسيح وصليب المسيح وقيامة المسيح لن يرى إنسان علاقة صحيحة مع الله. العلاقة الصحيحة مع الله معتمدة على الله ظهر في الجسد، المسيح مات وذاق بنعمة الله الموت، قام وهو الآن في السماء.